واستمرار تدني سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي. أهلا بكم مشاهدين لهذه الفقرة الاقتصادية والتي نستعرض في أسعار العملات وأسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض لأسعار العملات، حيث لا يزال يشهد الدينار الليبي تدنيا في معظم أسعاره، ولكنه مقارنة بالأسعار يوم أمس يعتبر انخفض بمقدار طفيف جدا. فالبداية بسعر الدولار، حيث انخفض قيمته إلى 8 دنانير و 920 درهم. بالنسبة لليورو انخفض إلى 10 دنانير و 250 درهم. أما الجنيه الاسترليني فقد بلغ قيمته 11 دينار و 420 درهم. والدينار التونسي أيضا انخفض إلى 3 دنانير و 300 درهم للدينار الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة والتي أيضا شهدت انخفاضا في معظم أسعارها، فالبداية بالذهب عيار 24، حيث انخفض بمقدار 10 دنانير عن سعر إغلاقه السابق ليستقر عند 342 دينار للجرام الواحد. أما عيار 21 فقد انخفضت إلى 292 دينار. بالنسبة لعيار 18 انخفض إلى 255 دينار. وبالنسبة للفضة تحافظ على استقرارها عند 3 دنانير و500 درهم للجرام الواحد. بالانتقال إلى أسعار السلع الغذائية، فنشاهد هنا ارتفاع كيلو الكسكس بمقدار 250 درهم عن سعر إغلاقه السابق ليستقر عند 3 دنانير و500 درهم للكيلو. وبالنسبة لنصف الكيلو للمكرونة عند دينار و750 درهم. بالنسبة لكيلو الأرز عند 3 دنانير و500 درهم، ولا يزال يحافظ على استقراره النسبي. وزيت الذرة ارتفع إلى 4 دنانير و500 درهم للتر الواحد. بالانتقال إلى أسعار اللحوم بشكل عام، فنرى ارتفاع كيلو الخروف إلى 35 دينار. بالنسبة للحم البقر يحافظ على استقراره عند 29 دينار، ولحم الإبل عند 35 دينار للكيلو. وبالنسبة للحم الدجاج انخفض إلى 9 دنانير و900 درهم للكيلو. بالانتقال إلى أسعار الخضروات والتي أيضا شهدت ارتفاعا في بعضها البعض واستقرار في بعض الآخر، فنرى استقرار كيلو البصل عند الدينارين و500 درهم. بالنسبة للبطاطا ارتفعت إلى 200 أو دينارين و500 درهم. وبالنسبة لكيلو الطماطم ارتفع إلى 3 دنانير، وكيلو الخيار عند 4 دينار لينخفض ليكون منخفض مقارنة بسعر إغلاقه السابق. إذا هذا كل ما لدينا من أسعار، وننوه أن هذه الأسعار تختلف من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات إليكم.